قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله صلة الإيمان أقوى الصلات رابطة الإيمان أعظم الرابط أخوة الإيمان أخوة صادقة فصلة الإيمان لا انفصام لعراها صلة لها جذورها في قلب المؤمن صلة منطلقة من الإيمان الصادق من الإيمان الحقيقي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أجل إن أخوة الإيمان أخوة دائمة في الدنيا والآخرة أخوة قامت على الإيمان الصادق فهي الأخوة الثابتة التي لا تنفصم عراها وهم يوم القيامة أولياء بعضهم لبعض الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل صلة أقامت على غير الإيمان فإنها صلة وقتية تنقضي بانقضاء موجبها ومسببها أما صلة الإيمان فهي الصلة الثابتة إذ هي قائمة على أساس من الإيمان بالله ودينه أيها المسلمون إن الله جل وعلا ذكر عباده المؤمنين بهذه الصلة ممتنا بذلك عليهم قال تعالى واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال أيضا جل جلاله مبينا لهم أخوة الإيمان
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخبر جل وعلا ما بين المؤمنين من ولاية صادقة من موالاة صادقة، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيها المسلم، صلة الإيمان وأخوة الإيمان ورابطة الإسلام قامت على أنقاض الجاهلية التي بنت صلتها وقرابة صلتها وأخوتها على أنواع صلتها وأخوتها على أخلاق الجاهلية، صلة النسب أو صلة النسب أو علاقة الوطن أو اللغة أو الجنس. والإسلام أقام الصلة الحقيقية على الإيمان وحده، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أخي المسلم، لأجل هذا فللمؤمن على المؤمن حقوق، للمؤمن على أخيه المؤمن حقوق أوجبها عليه الإيمان الصادق. فمن أعظم الحقوق محبتك لأخيك المؤمن في الله ولأجل الله، وتلك المحبة الباقية لم تقم على ماديات، لم تقم على مصالح شخصية وأغراض دنيوية، وإنما هي محبة لمؤمن آمن بالله ورسوله والتزم شرع الله فأحببته على هذا المنهج خاصة. وتلك المحبة الإيمانية الدالة على صدق الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فأخبر رضي الله عنه أن عامة قوة الناس قامت على الدنيا المحضة، وهذا لا يجدي ولا يحقق خيرا، لأن من أحبك لأمر ما فسيبغضك عند انقطاع ذلك الأمر، أما من أحبك لله وفي الله فتلك محبة باقية بتوفيق من الله. أيها المسلم، ومن حق المؤمن على المؤمن، من حق المؤمن على المؤمن نصيحته له عندما يشعر منه بخطأ، وعندما يرى منه مخالفة في الأقوال والأعمال،
فمن كمال محبته لهذا المؤمن أن ينصحه نصيحة صادقة من قلب مليء بالرحمة والشفقة والحنان على هذا المسلم، والسعي في الحيلولة بينه وبين الوقوع في عذاب الله. فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، لا يرضى له بالزلل، ولا يقره على خطأ، ولا يفرح بنقصه، بل يهتم بأخيه المؤمن، يبدي له النصيحة في ذات الله نصيحة فيما بينه وبينه، يصلح بها أخطاءه، ويقيم بها معوج من سلوكه، ويوجهه للطريق المستقيم. كلما رأى في أخيه عيبا بادر بالنصيحة، بادر بالتوجيه، بادر بالترغيب والترهيب، بادر بالسعي في إنقاذه من عذاب الله. لا يرضى بأخطائه ولا يقره على مخالفاته، مهما كانت تلك المخالفات، فهو يحب له ما يحب لنفسه. فكما لا يرضى لنفسه بالمخالفة الشرعية، فهو لا يرضاها لأخيه المؤمن. وفي الحديث الدين النصيحة، قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والناصح لا يفضح ولا يشهد، ولكن يكتم ويسعى في الخير جهده، هذا خلق المؤمن حقا. غير المؤمن شامت وناشر للخطأ ومشيع للفاحشة وفرح بالنقصان، نسأل الله العفو والعافية. من حق المؤمن على المؤمن ستر عورته، فيستره إذا كان هذا الستر يردعه عن إجرامه، فإذا طلع على خطأ منه ستر عورته بعد النصيحة، فلا يفضحه أمام الأشهاد ولا ينشر خزيه، ولكن ينصح ويستر، ويحب ألا يشتجيع الفاحشة مخالفا لأولئك الذين يفرحون بالأخطاء ويشيعون الباطل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من حق المؤمن على المؤمن تنفيس كربته وتفريج همه وتيسير عسره بما قدر ما يمكنه، فذاك من حق المؤمن على المؤمن. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن حق المؤمن على المؤمن وقوفه معه عند الأزمات ومساعدته في المواقف المحرجة. وفي الحديث: ما دام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من حق المؤمن على المؤمن أن يشير عليه بطرق الخير إن استشاره،
أمور دينه ودنياه، فيشير عليه بما يحبه لنفسه. فإن المستشار مؤتمن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا استشارك في أمر ما فأشر عليه بما تعلمه خيرا وما تظنه خيرا على قدر ما وهبك الله من المعرفة والفهم. وإن قصر علمك وقل إدراكك في هذا فأحله أو استعن بمن تعلم أنه يهدي إليه مشورة طيبة حتى لا يقع المسلم في الخطأ. من حق المؤمن على المؤمن، من حق المؤمن على المؤمن أن ييسر عليه قضاء الدين إذا تعذر عليه ذلك، ولا يكلف ما لا يطيق، ولا يرفع شكاية عليه، ولا يفضحه أمام الخلق، بل يصبر حتى ييسر الله الأمور. قال تعالى: وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويوم القيامة يدخل الله عبدا من عبيده الجنة عمله كان يوصي غلمانه أن ييسروا على الميسرين وينفسوا على المعسرين. قال الله: أنا أحق بذلك منك، فأمر فأدخل الجنة. من حق المؤمن على المؤمن أن يحمي عرضه عندما يطعن فيه الطاعنون، ويقدح فيه القادحون، وينتهش عرضه المغرضون الفارغون من الخير. يحمي عرض أخيه المسلم ولا يدع لحقير ولا ضعيف الإيمان أن ينبسط في عرض أخيه ويتهمه بما يعلم الله براءته منه. فمن انتقص عنده عرض أخيه المسلم فحماه ودافع عنه فإن الله جل وعلا يقي وجهه عذاب النار يوم القيامة وينصره في موضع يحب فيه نصرته. ومن خذل أخاه في مسلم موضع يحب أن ينصر فيه خذله الله في مكان يحب أن ينصر فيه. فلا تدع لذوي الأخلاق السيئة الانبساط في أعراض المسلمين والقدح فيهم بما هم براء منه. احمي أعراضهم يحميك الله من عذابه يوم القيامة. ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يسعى بنميمة تفرق بين الأصحاب وتحدث بين الجماعة تصدع وتفرق. فالنمام لئيم يفرق بين الأخ وأخيه والصديق وصديقه، وربما فرق بين ذوي الرحم وبين الأولاد وآبائهم وبين الزوجات وأزواجهم. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يكف الأذى عنه قوليا أو فعليا. ففي الحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أيها المسلم، حق الإيمان يقتضي منك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه
ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المؤمن. كل المؤمن على المؤمن، كل المسلم على المسلم حرام، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ايها المسلم، فمن حق المسلم عليك الا تحدثه حديث كذب يظنك صادقا، وربما حدث به فاتهم بالكذب. ومن حقه عليك الا تظلمه باي مظلمة في دم او مال او عرض. لا تجحد له حقا، ولا تجحد له حقا، ولا تبخس له حقا. اعطه حقه وعوفه كما تحب ان تعامل. لا تخذله بين الناس وتنشر فضائحه بين الناس، وتستغل علمك بما خفي على الغير فتخذله في المجتمع وتبدي لهم عورته وزلاته. بل استرها واسأل الله له العفو والعافية. ومن أثر الشماتة بأخيه فربما يعافيه الله ويبتليه. وفي الأثر الآخر، وفي الأثر الآخر، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل ذلك الذنب. ولا تحقره، فهو أخوك المؤمن. وإن علوته جاها أو مالا أو نسبا، لكن أخوة الإيمان فوق كل هذا الاعتبار. فالمؤمن صادق يرى أخوة الإيمان أخوة باقية. لا يحمله جاهه ومركزه أن يحتقر المؤمنين الذين أقل منه جاها ومركزا، ولا يحمله ماله وتجارته أن ينظر إلى إخوانه الفقراء من المؤمنين نظر الإزدراء والاحتقار. ولا تحملنه قوته ونشاطه أن ينظر إلى الضعفاء نظرة الاحتقار والإزدراء. بل المؤمن له عنده شأنه وقيمته، والتفاضل عند الله إنما هو بالأعمال الصالحة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنه لحديث عظيم، وإنها لتوصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصينا بأن نفعل كذلك. يخبرنا بأن كمال إيماننا يتوقف على حبنا لغيرنا ما نحب لأنفسنا.
فإذا أحببنا لإخواننا ما نحب لأنفسنا فإننا بذلك نلنا كمال الإيمان، وتلك مرتبة لا ينالها إلا المتقون، أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، تحب لأخيك الصحة والعافية كما تحب نفسك، تحب لأخيك الغنى وسعة الرزق كما تحب نفسك، تحب لأخيك استقامته وثباته على الحق كما تحب نفسك، تحب لأخيك ألفه مع زوجته وأهل بيته كما تحب نفسك، تحب لأخيك السعادة في الدنيا والآخرة كما تحب نفسك، تحب أن ترى أخاك تقيا صالحا مستقيما على الخير محافظا على الإسلام وآدابه وأخلاقه كما تحب ذلك لنفسك، وتكره له من الشر ما تكره نفسك، فكل أمر تكرهه لنفسك فاعلم أن المطلوب منك أن تكرهه لغير أخيك، وهذا دليل الإيمان الصادق. إذن فالمؤمن لا يغش أخاه في بيع وشراء، ولا يدلس عليه، ولا يخون أمانته، ولا يفسي أسراره، ولا يفسي أسراره التي ائتمنه عليها، ولا يخونه في ماله وأهله، بل هو محافظ على أخيه المؤمن محافظته على نفسه. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا كان خيار هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا أروع الأمثال في الأخوة الإيمانية الصادقة التي سبقوا بها غيرهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. فيا أخي المسلم، روض نفسك على الخير واحمل نفسك على الخير، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فارغب أرغم أنفع عدو الله، وكن ناصحا وساترا ومعينا ومنفسا لإخوانك المسلمين كرباتهم ومصائبهم، وكن معينا لهم على ما ينفعهم، حريصا على سد خلتهم وستر عورتهم، حريصا على صلاحهم واستقامتهم وثباتهم على الحق. هذا واجبك الإيماني، فإن هذا علامة خير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وارض اللهم عن صحابتي أجمعين، وخص منه الله عن صحابتي أجمعين، وارض اللهم عن خلفاء نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الله سواد من تبع، وعلى سائر أصحاب نبيك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا
وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق إمامنا لما يرضيك، وسيد اللهم وفق إمامنا لما يرضيك، اللهم أره الحق حقا وأعنه على اتباعه، وأره الباطل باطلا وأعنه على اجتنابه، اللهم بارك له في عمره وعمله، اللهم البسه بالصحة والسلامة والعافية، وفق ولي عهده لما يرضيك، سدده في أقواله وأعماله، وفق النائب الثاني واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا على خير فله أجر فاعله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أيها المسلم، الدعوة إلى الله سبيل المرسلين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله خلق أمر الله به هذه الأمة لكونها خير أمة أخرجت للناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله واجب على كل مسلم على قدر استطاعته، يدعو سائر الخلق على قدر استطاعته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الداعي إلى الله أصدق الناس قولا وأزكاهم عملا وأطيبهم مآلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أمة الإسلام، الدعوة إلى الله طريق متواصل لا ينفك المسلم عنه أبدا. فالمؤمن حقا يدعو إلى الله بقوله ويدعو إلى الله بخلقه وفعله، فيؤثر على الناس بقوله الصادق الواضح، ويؤثر على الناس بخلقه القيم الفاضل. فهو أسوة للناس بقوله وأسوة للناس بسيرته الفاضلة. وصدق الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخي المسلم، كن داعيا إلى الله أبدا ودائما وأبدا. فالدعوة إلى الله لا تنحصر في زمن ولا في مكان ولا في يوم ولا شهر، بل هي خلق المسلمين دائما. ألم تسمع الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان المسلمون إذا التقوا يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة وصية بالحق ودعوة إلى الحق وإلى الثبات والصبر على الحق. أيها المسلم الداعي إلى الله، إنما دعا إلى الله لما قام بقلبه من حب الخير للأمة، فهو يحب لأمته المسلمة ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. الباعث له على الدعوة إلى الله رحمة الخلق والإشفاق عليهم والحرص على هدايتهم ووقايتهم من الوقوع في عذاب الله. الداعي إلى الله أحب الله ورسوله ثم أحب عباد الله المؤمنين، فدعاهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الداعي إلى الله مخلص لله في دعوته، فلا يريد بها جاها ولا يريد بها مكانة بين الأمة، ولا أن يذيع صوته أو تعرف مكانته، وإنما يريد بها ما وعد الله الداعين إليه من الثواب العظيم والعطاء الجزيل. أيها الداعي إلى الله، الدعوة إلى الله دعوة واضحة الأسلوب، واضحة الأسلوب بينة المعالي. الداعي إلى الله يترسم خطى محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. تلكم الدعوة الصادقة والدعوة الحق، تلكم الدعوة الواضحة في منهجها، الواضحة في منهجها،
فليست دعوة لها باطن وظاهر، وليست أهدافها سياسية أو أهدافها شخص وشخصية أو تكوين جماعة وفئات، ولكنها الدعوة إلى الخير والهدى. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا في دعوته، كان أسلوبه أسلوبا واضحا. أعداؤه وخصومه فهموا حقيقة ما قال وعرفوا صدق ما قال، ولكن يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لم تكن دعوته لها وجهان، وجه ظاهر وجه خفي، كسائر دعوات مشبوهة تخدم أهدافا وتخدم أشخاصا. لا، هي دعوة واضحة المنهج، بينة الطريق، عرفها خصومه معرفة واضحة، وما أصدهم عنها إلا الشقاء، ولله الحكمة فيما يقضي ويقدر. ألا ترى أبا سفيان قبل أن يسلم وهو يحدد هرقل الروم عن منهج محمد في دعوته، حينما سأله ماذا يأمركم؟ قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذروا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف، ويأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف صلوات الله وسلامه عليه. إذن فدعوته كانت واضحة المنهج، واضحة الطريق. كان يعرض نفسه على القبائل في موسم يتلو القرآن ويشرح منهجه ودعوته، يعرفها كل أحد، فمن قابل ومن راد، والله حكيم عليم. أيها المسلم، إذن فالوضوح مطلوب والبيان مطلوب، ولا تكن الدعوات مشبوهة، ولا تكن تخدم أهدافا وأغراضا، ولا تكن تخدم أهدافا وأغراضا، ولا تملى على الإنسان من جهات خارجية، وإنما يأخذها الداعي من كتاب ربه وسنة نبيه وما سار عليه أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان. إن الدعاة إلى الله في هذه الأمة خلد لهم التاريخ الذكر الحميد، الذكر الحميد، وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين يدعو لهم من وقف على سيرتهم وتصفح، يدعو لهم من وقف على سيرتهم وتصفح أحوالهم، فرأى الصدق والوضوح ورأى البيان الصادق، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلم، ليست الدعوة إلى الله مختصة بفئة معينة، ولكنها دعوة يحمل همها كل فرد من الأمة، فيدعو إلى الله على قدر علمه وفهمه. أيها المسلم، تدعو إلى الله على قدر ما عندك من علم ومعرفة، لكن لابد من علم حتى تنطلق الدعوة عن علم، لأن من ليس عنده علم فقد يدعو إلى جهل. ولا بد من إخلاص فلا رياء، ولا بد من صبر وتحمل، ولا بد من ثبات على المبادئ، لكي يثق الناس بهذه الدعوة وبحاملها. أيها المسلم، إن المسلم يدعو إلى الله دائما وأبدا، كل حياته دعوة إلى الله. يرى مسلما عنده شيء من البدع والمخالفات فيوجه الدعوة إليه لينصحه وينقذه من هذه الأخطاء العقدية التي هو واقع فيها، مبينا الدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يرى منخدعا بدعاية القبوريين وأرباب القبور
فيحذر من هؤلاء ويبين لهم الأصل عبادة الله، يبين الأصل عبادة الله وإخلاص الدين له، والنفع والضر إنما هو بيد الله، فلا يدعى إلا الله ولا تتعلق القلوب إلا بالله محبة وخوفا ورجاء. يرى مسلما يتهاون بالصلاة أو يستخف بها فيحذره من هذا التهاون ويبين له عواقب ترك الصلاة، مبينا له أهميتها في الإسلام وأنها عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، مبينا له أن النصوص القرآنية والنبوية دلت أطلقت الكفر على تارك الصلاة، تقول أخشى أن تلقى الله وأنت مضيع لها فتلقاه على غير هدى والعياذ بالله. إن عرفت من مسلم تقصيرا في شأن الزكاة حذرته وقلت يا أخي هذا حق الله أده تبرأ ذمتك يطهر مالك ويزداد خيرك، وإياك والبخل الذي يقضي على دينك ودنياك. إن رأيته متساهلا في الصيام أو الحج حذرته من كل مخالفة. إن رأيت عنده عقوق للأبوين وجفاء لهما حذرته من هذا الجرم العظيم وبينت له فضل البر والإحسان. إن رأيت رأيته قاطعا لرحمه حذرته على الصلة وقربت بينه وبين رحمه. إن رأيت الأب وأبناءه ذات خاصم وجدال دعوتهم إلى الله بأن بينت لهم فضل الارتباط والخير والصلة والتعاون، وأرشدت الأبناء إلى طاعة الأب، وأرشدت الأب إلى حسن التعامل، وسعيت بين الناس بالخير. إن تنازع الزوجان ولك قدرة أصلحت بينهما وبذلت روح الخير في إعادة المياه إلى مجاريها فتلك دعوة إلى الله. إن حضرت مجالس غلب فيها اللغط والقيل والقال والغيبة والنميمة فحذر أولئك بحكمة وبصيرة، وادعهم إلى التبصر في عيوب أنفسهم والكف عن مساوئ الآخرين. أيها الداعي إلى الله إن رأيت بالمسلمين تساهلا في بعض المعاملات وعدم وعدم تورع من الحرام ذكرت بالله وحذرتهم من أخطائهم التي يقعون فيها. الداعي إلى الله يخط بقلمه دعوة ينشرها ويذيع كلمة يبين فيها الحق ويظهر داعيا إلى الخير والهدى على أسس من العلم والمعرفة في قلبه رحمة وشفقة على عباد الله وحب الخير لهم. وبعكس ذاك والعياذ بالله دعاة الضلال، دعاة الفجور، دعاة الإباحية، دعاة الإلحاد والكفر والضلال والصدود عن سبيل الله، فعليهم وزر من ضلوه وأغووه إلى يوم القيامة. أمة الإسلام ونحن إذ نحث على الدعوة إلى الله ونحذر من الدعوة إلى الضلال والغواية، المسلم حين يتكلم بهذا يأسف كل الأسف، يأسف وليأسف كل الأسف، ويعتصر قلب المؤمن ويمتلئ حزنا وغما حينما يشاهد قنوات فضائية، قنوات فضائية يملكها أو يساهم فيها من يحسبون على الإسلام أو يعدون من المسلمين ويحملون هوية الإسلام. هذه القنوات الفضائية الخبيثة التي بعضها يحمل فكرا إلحاديا ضالا تنشر الشبهات والأباطيل ويدعو إلى خلاف الحق ونبذ الكتاب والسنة، وقنوات أخرى تدعو إلى الفجور والتميع والإباحية ونبذ الأخلاق الإسلامية وراء الظهر. قنوات خبيثة للأسف الشديد أنها تمارس فيها الفاحشة
أمام الشاهدين بلا خجل ولا حياء، دعوة للرذيلة، دعوة للفجور، دعوة للتحلل من كل خلق قيم ومن كل فضيلة، ودعوة إلى الانغماس في الرذيلة. هذه القنوات الإجرامية عقدية كانت أو إباحية لا يرضى بها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يمتلكها من يخاف الله ويراقبه، ولا يساهم فيها من يعلم أن الله سيقفه بين يديه ويحاسبه عن هذا المال في ماذا سخره، هل أنفقه في خير أم أنفقه في باطل وضلال. ألا يخشى أولئك من أن يشملهم عموم قول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حقا إن هذه القنوات بهذه الصفة تجارة خاسرة وصفقة خائبة ومال حرام وأوزار وآثام. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. عندما يفتح إنسان شاب أو شابة على هذه القنوات فيرى الإجرام والتحلل والتفسخ من كل خلق قيم، ويرى الرذيلة والفاحشة والأقوال البذيئة والسخرية بالإسلام وأهله والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وسيرته والطعن في دعوته وطريقته، كيف يكون هذا؟ لا يرضى بها مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يرضى بها ملكا له ولا مساهمة ولا مشاركة ولا إعانة، لأن المسلم يحارب الشر بقوله وفعله ويدعو إلى الله ولا يدعو إلى الضلال. فليحذر أي إنسان أن يكتب باطلا أو يذيع باطلا أو ينشر خطأ، وليحاسب نفسه قبل حساب الله يوم القيامة. إن الذي يكتب بالصحابة مقالا سيئا يحارب فيه خلقا إسلاميا ويحارب فيه مبدأ إسلاميا أو يستهزئ فيه بمسلم، فليعلم أنه داع للضلال على قدر ما كتب. إن الذي يذيع برنامجا إخبار برنامجا ومسلسلا فيه شر على الإسلام والأهله، فليعلم أنه داع إلى الضلال. إن الذي يعرض في شاشة التلفاز أي مقال أو أي حدث فيه حرب على الإسلام وأهله، فليعلم أنه داع إلى الضلال. فليحذر المسلمون وليتقوا الله في أنفسهم، فإما دعوة إلى الخير والهدى وإما دعوة إلى الضلال، أعاذنا الله وإياكم. وليعلم العبد أن الله محاسبه ومجازيه عن هذا المال ما فيما أنفقه، إن أنفقه في خير وعز للإسلام كان أمامه وفي موازين أعماله، وإن أنفقه في الباطل فسيلقى الله بهذه التبعات وبهذه الضلالات. فليحذر المسلمون من أن يكونوا أعوانا على الباطل، وليتعاونوا على الخير جهدهم. وصدق الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. فليحذر المسلم أن يسن شرا، وليحذر المسلم أن يكون مصدر بلاء، وليحذر المسلم أن يكون البلاء صادرا منه، ليكون المسلم داعي الخير، وليكن مصدر الخير والتوجيه والدعوة إلى الله والتحذير من مخالفة أمره. إن وسائل الإعلام إذا استحسن استعمالها وبث فيها كلام طيب ودعوة إلى الله وبرامج نافعة نفع الله بها بلا إشكال، لكن إذا سخرها الناس في غير ما في غير طاعة ربهم سخرت على غير هدى. أيها المسلم، وإني أناقش وإني أدعو أيضا من يكتبون في ساحات الإنترنت، هذه الساحات المتعددة المختلف اتجاهات المتباينة الأفكار والآراء، أقول أيها المسلم عندما تريد أن تكتب في هذا الموقع أي موقع من المواقع، فاتق الله قبل أن تكتب، وانظر ماذا ستكتب، هل تكتب خيرا ونصحا ودعوة إلى الخير وتحذيرا من الشر، أم تكتب سوءا وفسادا وتنشر صورا خليعة وأفلاما هابطة تريد بها إلحاق الأذى بالمسلمات بتزوير كذب وباطل، أم تريد أن تنشر عيبا وذما للناس وانتهاكا لأعراضهم وقدحا فيهم فتؤذيهم. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تحمل هذا الجوال بكاميرته فتلتقط الفتاة أو الفتى أو الشاب صور الناس، ثم يحاول بأسلوب وآخر أن تكون وسائل ضغط على هذه الفتاة حتى يوقعوها في شراك الباطل والعياذ بالله. فليحذر المسلمون من أن يكونوا شياطينا وأعوانا للشيطان ودعاة إلى الفساد والخبائث، وليتقوا الله في أنفسهم وليحافظوا على عورات المسلمين، فمن هتك عورة أخيه هتك الله عورته ولا بد. فليتق المسلمون ربهم وليستقيموا على طاعته. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يجعلنا دعاة إلى الخير والهدى، وأن لا يجعلنا دعاة إلى الضلال والباطل، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا لما يرضيك، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك، اللهم أره الحق حقا ووفقه لاتباعه، وأره الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه، وبارك اللهم له في عمره وعمله، وألبثه بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك، سدده في أقواله وأعماله، ووفق النائب الثاني، واجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قد جاءكم